مرحبا بكم في حصة جديدة من على الميدان. على الميدان اليوم باش نحكيو حول المنظومة الديوانية بالميناء التجاري برادس، اللي يعتبر أكبر ميناء تجاري بالصادرات والواردات عن طريق البحر. اليوم باش نحكيو على المنظومة الديوانية، باش تعرفوا على نشاط الديوانيين هنا من إطارات وأعوان ومختلف العمليات اللي يقوموا بها، باش نتابعوهم لحظة بلحظة مع الحرس الديواني في البحر، مع كذلك فريق الأنياب، باش نتعرفوا كيفاش يتعداوا على السكانير، هل الكونتينر الكل والمهام نتاع الديوانية لهنا، لكن كذلك باش نتعرفوا على الوقفة الاحتجاجية لأعوان وإطارات الديوانة للمطالبة بمطالبهم المشروعة. باش نتعرفوا إذن على المنظومة الديوانية بالميناء التجاري برادس مع أعوان وإطارات الديوانة اليوم في سبيسيال سو لو تيران من الميناء التجاري برادس. عقيد حسين بوصفارة، مرحبا بك. وبيك عايشك سيدي. احنا وين موجودين؟ احنا موجودين توا في مكتب العمليات التجارية برادس. هو ميناء رادس يعتبر الميناء له أهمية كبيرة في البلاد، أنه يمثل 80% ل 85% من مجمل العمليات التجارية اللي تصير في تونس، اللي تصير في الجمهورية الكل. هو يخص كل ما هو توريد عبر الميناء عن طريق حاويات ومجرورات، معناتها كل ما هو طرود وحدها ما تدخلش على طريق رادس، هذيك عندها ميناءات أخرى اللي تدخل فيها. دونك التوريد يقوم عبر رادس في كل ما يخص العمليات التجارية، ولا حتى الصناعيين اللي يوردوا قطع الغيار والمعدات والتجهيزات متاعهم. موجودين بالميناء التجاري برادس باش نعملوا جوله مع الخافره هذيا التابعه للحرس الديواني مع الرائد رضا. مرحبا بك. وبيك عايشك، مرحبا بك. احنا كما قلت موجودين في الميناء التجاري باش نعملوا معاك جوله، وانت مسؤول على الفصيل البحري للديوانه بتونس. مرحبا بكم، هذه الخافره عليسه، تشرفونا باش تحضروا على احدى المهام لاعوان الفرق البحريه بتونس. مرحبا بكم على متن الخافره عليسه. مرحبا. لو يقول القائل، يقول القائل معناتها نعرفوا الديوانه في الحدود، معناتها كي تبدا معناتها كي يهبط الواحد بالفليجه ولا يهبط في البرت، اما انه الخافره تدخل له حتى الداخل معناتها ما يعرفوش الناس الكل. بالضبط، هي مهام الفرق البحريه او مهام الديوانه بصوره عامه، هي مهام عندها مهمه في البحر ومهمه في البر، نفس الشيء بالنسبه للمهام في الحدود البريه، وتوا يظل فرصه باش يتعرفوا على مهام الديوانه عبر البحر او في البحر. نطلع معكم في جولة بحرية. عايش كاي. سيد الرئيس، توا باش نخرجوا احنا للبحر؟ بالضبط، احنا توا على متن الخافرة عليسة، احنا في البوست دو كوموند اللي الفوق، قاعدين توا في طريقنا للخروج من ميناء رادس، باش نوريكم بعض المهام اللي تعيشها الديوانة البحرية في كل يوم في سبيل حماية الحدود التونسية وحماية الاقتصاد البلاد من التهريب. موسيقى
عند رضا شنو هي العمليه تو هذه بالضبط؟ العمليه هي عند وصول اي باخره قادمه من الخارج وتدخل المياه التونسيه، تتم المراقبه نتاعها عبر وحداتنا في الفرقه البحريه. الخافره الكبيره هذه يتم انزال زورق ما يسمى بزورق النجدة اللي يقوم هو بعملية التفتيش ويصعد إلى الباخرة لتسلم الوثائق والقيام بعملية تفتيش ميدانية. هذا بالطبع قبل هذا كل فما عملية مراقبة تم عبر الوثائق، أي مراقبة مسبقة قبل وصول الباخرة حتى إلى المياه الإقليمية، وطن بعد نعطيكم بالضبط الإجراءات كيفاش تم. اي باخره تبدا داخل معناتها للميناء اوتوماتيكمون يلزمها تتعدى على المراقبه نتاعكم. هو في الحقيقه مش اي باخره، لانه احنا نعملوا بارسيبلاج بطبيعه، فما سيليكسيون للبواخر، هذا يتم عبر مراقبه مسبقه. عندنا الوكيل البحري، هي اي باخره تدخل المياه التونسيه فما عندها وكيل بحري يتصل بينا ويعلمنا بوجود باخره بوصولها في التاريخ الفلاني بالشحنه الفلانيه، واحنا نقوم عند اذن بدراسه، فما عندنا دي كريتير دو سيليكسيون نسميهم احنا، نقوم بدراسه المعطيات هذه كلها، وعندنا برشا معطيات اللي هي جنسيه الباخره، اسم الباخره، وكذلك المواني اللي مشات لها الباخره. انت تعرف عندنا مواني ما يسمى محطوطه في القائمه السوداء او القائمه الحمراء سميها كما تحب. دونك فما مواني بالطبع اذا تعديت عليها الباخره تكون عندنا بعض الشكوك، نوليو هكاك نحضروا رواحنا باش الباخره دوب ما تدخل المياه هنا، نحضروا رواحنا باش نصعدوا لها ونقوموا باجراءات ديوانيه ومنها التفتيش الدقيق ان اقتضى الامر. كوموندون توا محاط بالليكيب نتاعك بعد الاجراءات اللي قمت بها الفوق وشفتوا معناتها الاوراق الكل مريقله، من بعد تتحولوا للمستودع باش تشوفوا اسكو كيما الاوراق كيما الموجود في المستودع. ما هك بالضبط، هذه عينه او حاله من حالات اللي يقوموا بها برسك يوميا في تفتيش البواخر، وهذه عينه من مراقبه باخره معناتها مازالت كي وصلت هي الباخره هذيا موصلت من عرض البحر. قمنا بالاتصال بالطاقم الباخره وخذينا الوثائق اللازمه، عملنا دراسه على الوثائق، قمنا بدراستها والان تو باش نقوموا للمعاينه الميدانيه باش نثبتوا من التصريحات نتاعهم الموجوده في الوثائق هل هي معناتها صحيحه سليمه ام لا، وتنجموا تشوفوا تو باش نبداو ان شاء الله. ندخلوا معاكم. مرحبا بكم. هاي تفضلوا. وين انتم بالضبط ساعة الحموله شنو فيها بالضبط الباتو هذا شنو فيه بالضبط؟ الحموله هذه هي حموله مختلفه، هي بضائع مختلفه، فيها ملابس، فيها ادوات الكترونيه، فيها عديد كما تشوفوا ديزانجان معناتها عديد البضائع. الالات فلاحيه كما الموسونوس باتوز حاجه هكا هي. هما توا ايش باش يعملوا؟ قبل نزول البضائع هذيا تم معاينتنا احنا مش للبضائع فقط، بل في بعض اماكن الاخفاءات اللي تنجم تكون البضائع هي في حد ذاتها وسيله من وسائل الاخفاء لعديد البضائع المحجره الاخرى. معناتها نزيدوا نفسروا للعباد، معناتها مثلا ماكينه كيما هكا ينجم مخبي في وسط حكايه ممنوعه اخرى. بالضبط، احنا العمليه نتاعنا توا اللي باش نكملوها هي طريقه معناها الاجراءات الديوانيه، الاجراءات الديوانيه اللي هي مراقبه في البحر، احنا عباره توا مازلنا على الباخره والبضائع مازالت على الباخره، اذا العمليه نتاع الفرقه البحريه مش تقوم بها توا تثبت من عديد الاماكن الاخفاءات اللي تنجم تكون تخفي بضائع اخرى لم يصرح بها معناتها المورد او لم يصرح بها طاقم الباخره. بعد ما تتم مهمتنا فما مهام اخرى اللي هي الفرقه التجاريه تكمل بقيه الاجراءات بعد ما نهبطوا لها بيان الحموله. واحنا توا قاعدين نثبتوا في بيان الحموله ونثبتوا في بقيه الوثائق الخاصه للباخره. باش نشوفوا معاكم هالفيزيت كيفاش تعملوها بالضبط وشنو اللي تبداو تلوجوا فيه. باهي، تفضلوا مع المجموعه.
ابوندون توا معناتها حتى اللي باخذوا سوفتاج معناتها يتفركسوا معناتها. بالضبط احنا قلنا وقت اللي باخره تكون عندنا شكوك فيها باش نقوموا بمراقبتها، نقوموا براقبتها اولا عبر الوثائق بعد دراستها، وكذلك نمروا للمعاينه الميدانيه او المراقبه الميدانيه، يعني عون الديوانه ينتشروا اعوان الديوانه اعوان الفرقه البحريه في جميع انحاء الباخره، ويقوموا بالتفتيش لجميع الاماكن الاخفاءات اللي نجموا يخبيوا فيها اشياء كما قلنا معناها محجره وصارت قبل للاسف معناتها، ولكن الحمد لله معناتها هنا نتصدوا لها، كما الاسلحه كما المخدرات كما يعني الاسلحه والمخدرات والاشياء هذيا ما تجيش في حاويات وتتعدى عبر الممرات التجاريه العاديه، بالطبع يلزم يصير بعض المراوغات والمراوغات تتم عبر الباخره. هي العملية اللي قمت بها بالضبط؟ هي عملية روتينية تتمثل في الصعود على متن باخرة، ونقوم بتفتيش تسلموا الوثائق، وثائق الشحن متاع الباخرة والوثائق الخاصة بالباخرة بين الحمولة والوثائق الخاصة بالباخرة، ثم نقوم بدراسة الوثائق هذه، ومن ثم ننطلقوا في تفتيش الباخرة في القيام بالعمل متاعنا المتمثلة في تفتيش البحارة والعنابر متاع البحارة جميع الأماكن الموجودة في الباخرة، حتى نحاول نتصدى العمليات التهريب اللي تتسير على متن البواخرة. رائد رضا، تهبطوا حتى لسال ماشين، معناتها الكنترول يشمل حتى لسال ماشين؟ طبيعي جدا، هو اكثر اماكن اللي تم فيها المراقبه وتم فيها التفتيش هي الاماكن الغير عاديه لوضع البضائع، لانه هذوما الاماكن اللي تم فيهم الاخفاء اللي نجدوا في بعض الاحيان اسلحه، نجدوا معناتها مخدرات، يتم اخفاءها على اعين الديوانه عند الصعود، وعند انزال البضائع العاديه اللي متمثله في الحاويات وكذا يمكن بعد او عن حين غفله او في حين غفله عن اعين المراقبه يتم انزالها. ولذا اعوان الفرقه البحريه اللي هم مختصين في 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 طرق ومتلقين تكوين في طرق التفتيش وأنواعها، يقوموا بتفتيش شامل للبواخر اللي فيها شكوك، ليست جميع البواخر. احنا بعض البواخر عندنا كما قلنا ثم دي كريتير دو سيليكسيون، ساعات باخرة تبدا قديمة، هذيك معطى من المعطيات اللي يخليك معناتها باخرة قديمة تقوم ببعض عمليات التهريب، وعملية التوريد متاع البضائع العادية ما لها إلا كاموفلاج للبضائع الأخرى الهامة، والأماكن هذه اللي تلقاها معناتها مخفية في أماكن كيما صالماشين كيما بقية عنابر اللي نجدوا فيهم الطاقم. يلزمنا نكونوا مطمئنين وقت نكملوا التفتيش اللي ما فهم شيء في البابور ينجم يضر البلاد. شنو مثلا من الحاجات الطريفة اللي لقيتوهم مخبين معناتها في أماكن كيما نقولوا حد ما يجيب لها خبرة؟ والله فما برشا، ساعات تلقى أسطل متاع دهن، أسطل دهن، وتلقى موجود فيه بعض المخدرات أو الأسلحة اللي تم تهريبها بالطبع من أحد أفراد الطاقم لا أكثر ولا أقل، يعني موجودة جميع أنواع، تعرف المهربين قاعدين يتطوروا بتقنيات التهريب، كذلك عوان الديوانة قاعدة تتطور وتتلقى في تكوين إن شاء الله معناتها للتصدي للأنواع هذه كل إن شاء الله.
الفرق البحرية بتونس هي من بين الفرق الموجودة في كامل تراب الجمهورية بجميع المواني التجارية، نفس المهام الرئيسية، وكذلك عندها مهام أمنية بمساعدة السلطات الأمنية الأخرى في البحر، وهي جيش البحر وكذلك الحرس البحري. إذن الإجراءات الديوانية لأي بذاعة قادمة تبدأ عبر القيام بمهمة الفرق البحرية، وهي التثبت من الوثائق وخاصة بيان الحمولة. بعد ما ناخذوا بيان الحمولة وبعد التثبت منه والقيام بمراقبته والمراقبة الميدانية كذلك على البضائع الموجودة على متن الباخرة، نقوم بتمرير البيان إلى فرقة تجارية اللي موجودة بالميناء اللي تكمل المهمة متاعها، وهي مهمة وضع البضائع لقيام بإجراءات العمليات. بطبيعة باش تكون عمليات متاع مراقبة وثائقية بالنسبة للتصاريح اللي تم إيداعها من قبل الموردين وإلا من خلال الوسطاء لدى الديوان. مراقبة وثائقية تتمثل في قيام المتفقد بمراقبة على الوثائق اللي هي مصاحبة للتصريح الديواني المودع لدى الديوان، من فاتورة ومن سند نقل ومن وثائق أخرى اللي تتطلبها كل عملية. نقيب عبد المنعم، احنا وين موجودين بالضبط؟ احنا تو موجودين في شباك قبول وتوجيه التصاريح الديوانية. يجي مثلا لهنا المصرح والى المورد للبضاعة، يقدم الملف نتاعو لهنا في الشباك هذا، يجي نشوفه لهنا يثبت الاوراق نتاعو، معناها شكليا معناها ورقه كاملة ولا لا، مش باش يدخل يتعمق فيها، يثبتهم. بعد ما يثبتهم يقاهم كاملين، يجي يحطهم في السيستم، والسيستم يوجههم ديريكتومون للمتفقد. تو بالنسبة لهنا أو قدم الدوسي، ثبت الأوراق، هو باش يثبت شنو الأوراق اللازمة اللي معاه. تو كمل تو هنا، تو باش يمشي الملف للدراسة، نجمو نتبعو نشوفو عند شكون جاي الملف هذا، نتبعو الدراسة متاع الملف كامل. طيب عبد المنعم، توا الليتاب الثانية شنية بالضبط؟ توا كملنا من قبول الملف، جاء لهنا توا نشوفوه الملف، جاء وصل للرواق البرتقالي لهنا، تقع لهنا دراسة الملف دراسة وثائقية، نجم نشوف المحتويات متاع الوثائق اللي جابها، مطابق مدى مطابقة متاحة مع الموجود الصحيح. عندنا لهنا نجم نستعينه بالمنظومة الإعلامية اللي عندنا، ثم معلومات نلقاوهم موجودين، هو جابهم المصرح في الفاتورة متاعو، في وثيقة الشحن، في بقية الوثائق كما ليست دو كوليزاج، ونثبتوا لهنا نجم نشوفوا مع المانيفيست مع التيتر دو كوميرس موجودين في المنظومة الإعلامية. تقع دراسة الملف كاملة لهنا، وبعد منه تثبت انت والنوعية متاع البضاعة. ساعات ثم بضاعة مثلا كما المواد الغذائية وإلا الأدوية وإلا بعض المنتجات تطلب تراخيص أخرى، نثبتوا مدى وجود التراخيص متاعها لهنا والتطابق متاعها مع البضاعة الموردة. بعد إذا كمل كل شيء واضح ومتناسق كل شيء، نجم ياخذ الإذن بالرفع المبدئي اللي نسميه احنا أدميسيون بروفيزوار. بعدها هي تقع المراجعه تاع الملف باش ياخذ لادميسيون معناها ديفينيتيف. لهنا في صوره البضائع يتم مثلا ثم تثبت في نوعيه البضائع، ساعات يجينا ديزافي نتاع كونترفاسون مثلا، يقول لك راهو هذايا الماده راهو البضاعه هذه نجم تكون تشكك ان ثم بضاعه مقلده. في الوقت هذا معاش نجم تقف، معاش نقف على البضاعة المعاينة الوثائقية، واللي نتوجه للمعاينة الميدانية اللي تكون في الميناء، نقوم بمعاينة البضاعة والتطابق متاعها.
والا مثلا تجي بضاعه اخرى انه تكون ماده حساسه، فهمت باش؟ دونك يقع تثبت اكثر منها هي على الميدان. نجم ثم حاجات استثناءات اخرى مثلا للمواد قابله للاحتراق والا حاجه. اما بصفه عامه تقع الملف، دراسه الملف لهنا فهو واضح كامل، يقع المصادقه عليه ويتم بعده توجيه الاذن بالرفع والرفع بالبضاعه من في الميدان. نقيب مراد، انت مسؤول على منظومه سنده، كان تعطيني فكره على المنظومه المعلوماتيه هذه يا سنده. سنده هذه المنظومه المعلوماتيه للديوانه التونسيه وقع دخلت في العمل عام 82 سويت التطور الاقتصادي والصناعي اللي صارت في البلاد في السبعينات، انجر عليه تطور في الحركه التجاريه والصناعيه، وكذلك تضخم في عدد في عدد التراتيب والقوانين الديوانيه والتراتيب والاجراءات التجاره الخارجيه. ترتب عليه يجب تكون ثم منظومه في الديوانه، منظومه معلوماتيه باش تواكب هذا التطور اللي صار في البلاد. قعدت سنده من عام 82 في تطور بشويه بشويه حتى لين باساج تاع عام 2000 صار تطور كبير في سنده باش تأقلمت مع التكنولوجيات الجديدة ومع متطلبات العصر. في كل شيء، في كل شيء. سندة نجم تعتبرها باز دوني في وسط لي دوني كونسرنون البنود التعريفية الكل والقوانين الخص البنود التعريفية، في وسط باز دوني على المتعاملين الكل مع الديوان، الموردين والتجار والمصدرين والوكلاء لدى الديوانه والامناء السفن وكذا، مع العديد من المتعاملين. فيه سنده تو حاليا نحن نستعملوا فيها باش نفسوا التصاريح الديوانيه، خاطر كما تعرف انه التصاريح الديوانيه هما دي ماتيرياليزي في فاصون ما تواني هنا نخدم هنا عند الزملاء نتاعي يعديوا الدوسي تيتا بروفيزوار ادمي كونفورم بروفيزوار، وهنا نقعد ندرسوا على سنده ونعطيو الادمي كونفورم ديفينيتيف على اثره يقوم المورد برفع البضاعه نتاعه. بس جست عاود الجمله دور مره ديك عاود سيد العقيد، فاش تمثل مهام الديوانه في المركز التجاري هنا في رادس؟ مهام الديوانه في ميناء رادس هي مهام بالاساس اقتصاديه جبائيه وامنيه في نفس الوقت. نقوم بكل ما هو معاينه بضائع اللي تم توريدها والا تصديرها عبر الميناء. الحاويات اللي تتورد عبر ميناء رادس في مجملها تكون في 500 حاوية مع 50 مجرورة في اليوم تقريب، ما يمثل 175 ألف حاوية في السنة. رايد عادل، مرحبا بك. مرحبا بك، يعيشكم. احنا تو متواجدين بيانسور بميناء رادس باش ناخذوا فكره على العمليه اللي باش تعملها توا. احنا موجودين ما بين لي كونتينر هذوما، الحاويات هذوما ساعه فيهم انواع، هما الحاويات اي فيهم انواع يختلفوا حسب الحجم، عندنا 20 بي و 40 بي و 45 بي، فهمت؟ كل حاويه تدخل الميناء الا وتتعدى على مجموعه من المراحل، بعد ما شفنا المراحل بالطبيعه على الوثائق تجيكم لهنا الدوسي يجيكم لهنا. صحيح، نحن هنا بالنسبه لنا هي الفيزيت افكتيف، معناها الفيزيت سور تيران واحد الكل. بعد ما يقوم المصرح ولا بايداع تصريح الديوان نتاعه وياخذ موعد مع المتفقد، فهمتني، نقوموا بمراجعة أولية معنا في مكاتبنا، نشوفوا شنو بالضبط اللي التصريح على شنو يحتوي، باش نسرعوا في الفيزيت نتاعنا يلزمنا نسيبليو شنو بالضبط هابطين، شنو حاجتنا بالضبط في الفيزيت، فهمت؟
الفيزيت اليوم نتاع الحاويه هذه اللي تحتوي تقريبا على نوع انواع نتاع اقمشه مو هكا؟ واضح نحن لهنا الفيزيت نتاعنا دونك حابين نشوفوا اسكو مطابقه للتصريح الديواني ولا نحبوا نثبتوا اسكو نوع قماش عنده شنو نوعيه القماش العدد الطرود فهمتي ونشوفوا مدى مطابقتها مع التصريح الديواني نتاعنا من حيث الكميه ومن حيث النوعيه تصنيف الديوانيه معناتها اذكر الوثائق مطابقه للشيء الموجود. فوالا فهمت. العمليه كيفاش تقع؟ فما العون هو اللي باش يطلع يثبت؟ عندنا ضابط صف واحد الكل مكلف بالتصريح واحد الكل، نحن كما قلت لك نعملوا دراسه اوليه نشوفوا شنو بالضبط حاجتنا قبل ما نهبطوا سير تيران باش نسهلوا عمليه التفتيش واحد الكل. لو هبطتوا معناتها شويه من السلعه هذه مش نجموا تدخلوا؟ كيفاش؟ فوالا نجموا ندخلوا، نحن اول حاجه نثبتوا في الرقم الكادره نشوفوه لازم يكون مطابق على بوليس الشحن نتاعنا، فهمت؟ كل كادرة يحمل رقم واحد ما ينجمش يتعاود في حتى كادرة واحدة أخرى. موجود الرقم الكادرة؟ الرقم الكادرة يبدأ على جنب، فهمتي؟ هذاك لازم يكون موجود في كيما نمرو الشاسية ولا حاجة نتاع كهرباء، معناها ما يتعاودش. دونك من بعد نبداو ندخلوا للفون نتاع الواحد، فهمتي؟ طيب باش ندخلوا معاك باش نعملوا الفيزيت هذيا؟ نحن باش نثبتوا في التصنيف في نوعية القماش هذايا اسكو سي دو كوتون ولا بوليستير ولا في الدوس جاي في التصريح نتاعنا فهمتني. نحن مسرح لهنا معناها دوسي فيبران معناها بوليستير فهمتني. نهزوا عند الحاجة معناها ساعات نستحقوا مثلا دو بو دي شونتيون باش نزيدوا نثبتوا في مكاتبنا وكل فهمتني. وعلى الميدان توا عندنا الضابط صف واحد الكل معناها باش يقوم معناها باش هذا ثبته، فماش دي كاشيت لداخل، فماش معناها حاجات اخرى معناها مش مطابقه للشيء اللي عندنا فهمت. تو انت باش تدخل لداخل؟ تو باش ندخل لداخل نتفقد الحاويه نشوف اسكو ثم سلعه غير مطابقه للتصريح ولا لا. تبدا تخرج فيهم وتدخل داخل. اي بعد ما ثبتوا في الكونتيتي نتاع الاليجيت شنو ثبتوا توا؟ بون ثبتنا في النوعيه نحن معناها الاسبيس بالنسبه نحن نقولوا الاسبيس تصنيف الديوانيه صحيح فهمتي. توا اون فابوسي اونكور معناها لا فيزيت شنو ثبتوا؟ ثبتوا في الكونتيتي فهمتي. نحن عندنا لهنا باكينغ ليست كوليزاج فيها عدد الطرود الموجوده لهنا وعلى كل طرد موجود لو متراج نتاعو. نحن باش نعملوا بوانتاج توا باش نثبتوا بار سونداج ناخذوا كيلكو رولو فهمتي ونشوفهم اسكو مطابق لليست كوليزاج ولا فهمتي. دونك عمليه تانية معناها باش نزيدوا ندقوا اكثر معناها في الـ في الـ في الفيزيت نتاعنا. الى جانب هذايا فما المراقبه حسب معاينه الميدانيه في الميناء واللي تتمثل في تفتيش دقيق للبضائع اللي تم توريدها من خلال المتفقد للتثبت من عده معطيات اللي هي احنا بالنسبه لنا ديوانه تتمحور في ثلاثه معطيات اساسيه اللي هي التصنيفه والقيمه والمنشا الى جانب عده معطيات اخرى نقوم بالتثبيت فيها. رائد الجميل السلامي مسؤول عن خلية تفقد الأمتعة الشخصية هنا بميناء رادس. احنا استنسنا بكل ما هو تجاري سلع تجارية أما الأغراض الشخصية هي جديدة. صحيح أنه ميناء حاويات لكن فيه جزء منها خاص بالأمتعة الشخصية الخاصة بالتونسيين المقيم بالخارج وخاصة كذلك بالأجانب وبالسفارات وبأصحاب والمستثمرين اللي يجوا يستثمروا لهنا في تونس. يجيبوا معناتها دي كونتينر الكلهم معناتها سلع خاصه بهم. فيه نوع سلع امتع شخصي لتجهيز المنازل وفيه كذلك التونسيين المقيمين بالخارج اللي باش يقوموا بمشاريع لهنا في داخل ارض الوطن. ودوركم انتم كديوانه شنو بالضبط فاش يتمثل؟ احنا تفتيش الامتعه الشخصيه ومنح الامتيازات الخاصه للتونسيين المقيمين بالخارج وكذلك بالنسبه للاجانب او اعضاء السلك الدبلوماسي. والعمليه التفتيش كيفاش تتم بالضبط؟ بالنسبه لنا احنا نقوموا بالتفتيش بالاعوان الخاصين بالخليه وكذلك بعد يجي الجزء الثاني الخاص بفرقه الانياب.
ومن بعد الشخص كي تشوفوا اموره واضحه بعد يرفع الامتع نتاعو. كل شيء يتم لهنا في المغازه ذي، معناها العمليه من اولها لاخرها تتم داخل المغازه. وتطلب وقت ولا انفا؟ لكن وثائقه كامله ما تطلب حتى شيء، في يوم يكمل كل الاجراءات نتاعو. عسلامة، مرحبا بك. عسلامة. توا الباجاج هذا كله نتاعك انت؟ ايوه. وي شنو جاي باش تحل مشروعه؟ ان شاء الله. وي. وين تسكن انت؟ في حمامات البرة، معناتها البرة من تونس. تسكن في ماكون، ماكون دي كوتي دو ليون. وجيت باش تحل مشروع في الحمامات؟ جيت باش نحل مشروع في الحمامات، خاطر ديجا انا عندي عندي دي ريستورون في فرنسا، ونحب جو انفستير دون مون باي. تحل ريستورون سالون دوتي شنو بالضبط؟ حاجة دي ريستورون افيك لا ليسونس توريستيك. الكونتينر هذا جبت الكل الماتريال فيها نتاع كو دو ماتريال دو ريستوراسيون. وقتاش جبت الكونتينر؟ قداش ليك؟ وصل لو 17 ماي. واليوم قاعدين يعملوا لك في عملية تفتيش يشوفوا اسكو سي بون امورك واضحة؟ نو سافا، اي سون تري جونتي افيك موا، سافا سون سامبتيك. معناتها ما قلقوكش برشا، معناتها ديوانا يفونت لوغ ترافاي كوريكتومون، سي توتا في نورمال. وانت ما جبت حتى شيء، معناتها اموره مش فالابل، كل شيء دون لي نورم. تو شيء دون لي نورم، جو مي سي رونسيني افون دو فينيغ. معناتها شفت شنو اللي يلزم ينجم يدخل وشنو اللي فما؟ قالوا لي يا دي شوز كي رونتر، يا دي شوز كي رونتر با، جي في او ميو باش جو سوي با امبيتي بار لي دواني. فوالا. المهام اللي نقوم بها بآلة السكانير تتمثل في مكافحة الغش، مكافحة التهريب، وجانب أمني آخر أنه زاد نثبته من كل ما هو محاولة العبور خلصة بالنسبة للأشخاص اللي يحاولوا باش يتعداوا عبر البحر في حاويات ولا في مجرورات. هذا بلغتنا احنا يحرقوا، معناتها بلغتنا احنا اللي يحبوا يحرقوا من على طريق البحر باستغلال المجروره والا الحاويه للعبور الى اوروبا ولا غيرها. رائد رمزي، احنا قدام السالة نتاع اللازير اللي تعديوا عليها الحاويات الكل، معناتها الكمين الكل تتعدى وجوبا من هنا. جميع الحاويات والمجرورات اللي تتعدى في ميناء رادس تتعدى وجوبيا بجهاز الكشف بالاشعه. بعد تقديم التصاريح الديوانيه اللازمه نقوم نحن بمقارنه ما ورد بالتصاريح هذيك مع البضاعه الفعليه اللي موجوده في وسط المجروره والى الحاويه، وعلى ضوء الشيء اللي موجود هذاك نجموا نعطوها لا شيء يستحق ذكر ولا معناها تتشد لهنا ونقوموا بعملية أخرى. كيفاش تقع العملية بالضبط؟ بالنسبة للسكانير هذا هو سكانير من الجيل الحديث، واللي يقوم هو بالتحرك، معناها كي يجي شوفير يخلي الكاميون نتاعو في وسط الهنغار ينجم ويهبط ويخرج. الزون هذه سي زون بروتيجي، وينجم يعمل زوز عمليات، معناها زوز حاويات والا زوز مجرورات في نفس الوقت، ويتعدى معناها الاكسيليراتور اللي هو اللي يخرج منه الريون اكس. ومن بعد عندنا زون دو كونترول، تو نشوفوا من بعد كيفاش باش تصير العمليه على مستوى معناها الاناليز ديماج اتسيتيرا. عملية الكشف بالأشعة تتم على ثلاثة مراحل أساسية. المرحلة الأولى هذه هي وحدة إدخال البيانات، ويقع منها إدخال جميع البيانات المتعلقة بالبضاعة والحاوية أو المجرورة، وذلك عن طريق منها منظومة سند، وهي منظومة إعلامية مربوطة مباشرة بالإدارة العامة للديوانة. نأخذ جميع البيانات ويقع إدخالها ثم تمريرها إلى وحدة تمرير المجرورة، هي المرحلة الثانية اللي باش نشوفوها توا مع بعضنا. المرحلة الثانية هي مرحلة تمرير الحاوية أو المجرورة،
هذه وحدة التحكم في إدخال وإخراج الحاويات المجرورات. كيف ما نشوف مع بعضنا توا عندنا حاوية موجودة في المنطقة المخصصة لها، يقع تثبت اللي الشوفير خرج من غادي، ثم يقع إعطاء الإذن ببداية عملية الكشف بالأشعة. تنجموا تفضلوا تشوفوا مع بعضنا. اتمام العملية الثانية نجيو لأهم مرحلة في عملية التفتيش بالأشعة، وهي معناها الاناليز ديماج، واللي يقوم به ضابط في الوحدة هذه، الوحدة الثالثة، وباش يتفضل يوريكم معناها كيفاش بالضبط. هاي تفضل سي ربيع. مرحبا بك، كان تعطينا فكرة على العملية الاناليز هذه اللي تقوم بها. نحن أول حاجة نقوم أول حاجة بتحليل الصورة. أول حاجة الساعة لازمنا نشوف الوثائق مطابقين للحاوية اللي قمنا بعملية تفتيش بالأشعة متاعها ولا لا. شوفوا الساعة الوثائق الكل كاملة ولا لا، ومطابقين للتصريح الديواني اللي تقدم به ولا لا. حسب نشوفوا اسم المورد، نوعية نوع التصريح، شنية نوع البضاعة، قديش عنده من بضاعة لهنا. وبعد نقوموا نشوفوا معناها البضاعه اللي تم كشفها مطابقه للتصريح ولا لا. توا كيما هنا شنو قاعد نشوفوا بالضبط؟ مثلا هذا قاعد جايب كادره فري بري، هنا لازمنا نشوفوا الفريب، نحلوا الصوره نتاعنا. واهم حاجه في الفريب لازمنا نشوفوا جايب كميه من الاحذيه، والا ما خاطر عنده الحق بيجيب كان الملابس، ملابس مستعمله فقط. شوفوا جايب ملابس مستعمله مخلطه والا معناها مفروزه. هنا بالنسبة لي هو معناها الحاوية مطابقة قانونية، ماهوش جايب سلعة مفروزة، ماهوش جايب كمية من الأحذية مفروزة وإلا سيكان وإلا سلعة أخرى. هنا رخصوا له معناها نعطيوها يا رئيس سلعة معناتها مطابقة للي موجود على الأوراق، مطابقة للتصريح اللي قام به. كان نحكي شوية مثلا من الحاجات العمليات اللي يحاولوا باش يمروا حاجات فيها، كيفاش نجموا تكتشفوه؟ نحن بالنسبة لنا نحن بالخبرة لازمنا نحطوا، كل واحد يحط عنده ديزارتيكل سيبلي، معناها بضائع مستهدفة. بالنسبة لنا نحن لازمنا نعرفوا كل اوبيراتور حسب الاكتيفيتي بتاعه شنية اللي ينجم يهرب، فهمتني شنية المشكلة بتاعه. بالنسبة مثلا للحالة هذه الفري بري شنية مشكلته؟ يحب يجيب الصبات، نحن نشوفوا عنده صبات والا لا مثلا، فهمتني. نحن نحاولوا مثلا كي تجي تبدا عندنا مثلا مجروره، نحاولوا نلقاو فيها مثلا كاشيت اميناجي ينجم يحط فيها حاجه، فهمتني. يجيب السلع مثلا نورمالمون يكون مديكلاري هو مثلا ماهيش مركبه نلقاوها مركبه، مثلا يكون مصرح مثلا ديزارتيكل نون فيني معناها ماهمش كاملين، ونجيو نحلوا ولا نعديوه نلقاوها ديزارتيكل فيني، فهمتني. هذايا الكل مثلا نحن حتى السكانير معناها بطول المده ولاو لي زوبيراتور معناها يتفاداو عمليات التهريب، خاصه اهم حاجه بالنسبه لنا نحن بالنسبه للحراقه لي كلونديستان مثلا. قبل السكانير كانت برشا عمليات حرقه لهنا في عبر مكاتب الحدوديه وبال معناها باجهزه السكانير، ولا معناها الحراق ولا يتفادى معناها عملية الحرقة عن طريق مكتب حدودي. باش يكتشف فمره معناها. السكانير مثلا خاطر نحن نعديو 100% من عملية التوريد والتصدير، وعرف السكانير ينجم يفيق به ويطلع بسهولة تامة. سيد العقيد، شكون اللي يتعاملوا معاكم هنا؟ المتعاملين اللي يتعاملوا معنا هم المتعاملين الاقتصاديين في البلاد ككل، من تجار ومن صنايعية ومن شركات خدمات، من كل ما عنده صلة بعملية التوريد والتصدير. بالنسبة للمؤسسات المصدرة كليا اللي هي تقوم بعديد العمليات بالتوريد، خاطر مضبوطين بتوقيت في حالات التوريد ومربوطين بوقت بإعادة التصدير. اللواء اللي هي ولات القانون 120 لسنة 93. كيف زاد بالنسبة للأشخاص التوانسة المقيمين في الخارج، ولو احنا ما عندناش عدد كبير برشا منهم، اللي زاد يبعثوا أمتعتهم الشخصية ولا سياراتهم عبر الميناء ويجيوا باش يقوموا
على طريق حاويات، وباش يتصلوا من بعد بالمصالح نتاعنا للقيام بالتسريح الأمتعة هذه الشخصية نتاعها. اليوم السبت 25 جانفي بميناء رادس، باش نقفوا مع الوقفه الاحتجاجيه لاعوان واطارات الديوانه. صحيح احنا نحضروا في حصه خاصه باش نوريو الاعمال الكبيره اللي قاعدين يقوموا بها اعوان واطارات الديوانه، لكن زاده نجموا نتعرفوا زاده على الاحتجاج نتاعهم وشنو مطالبهم بالضبط. مع بعضنا اجا نتعرفوا على الوقفه هذيا مع اعوان واطارات الديوانه. سي محمد، واحنا في تحضيرنا الحصة على الميدان الخاصة بميناء رادس اللي هو أكبر ميناء تجاري في تونس، ما نجموش ما نحكيوش على الوقفة الاحتجاجية لأعوان وإطارات الديوانة بالطبيعة. باش تعطينا أنت الساعة باش تفسر لنا علاش الاحتجاج هذا شنو بالضبط؟ هو دخلنا في إضراب، كانت وقفة هي من الأول ومن بعد ولات إضراب، ولات إضراب هي بالخصوص المسار المهني لتسوية المسار المهني كافة أعوان الديوانة اللي كان مطلب قديم ومن بعد تجدد ومن بعد زدنا دخلنا في لجنة في الإدارة العامة للديوانة وتم إمضاء محضر جلسة مع المدير العام، تم تمرير المشروع إلى سلطة الإشراف، لكن ما صار حتى شيء. خلينا نزيدوا نفسروا للعباد معناتها بلغة المواطنين العاديين، معناتها الإطارات والأعوان فما معناتها ترقيات اللي يلزم كل عام ياخذوها معناتها وهم ما تمتعوش بها. ها باش نقول لك، في الضباط كل أربع سنين يزم رتبة، ضباط الصف 6 سنين رتبة، في ضباط الصف ناس قاعدة بال 18 سنة وبال 20 سنة في نفس الرتبة، تصور أنت معناه كل 6 سنين يزموا رتبة، والناس قاعدة بال 20 سنة و 18 سنة في رتبة، وفي الضباط ناس قاعدة بال 10 وبال 12 سنة في رتبة. جات بعد الثورة باش ترجع الناس حقوقها وأسلاك أخرى اللي كيفنا ونهنيوهم خذوا حقوقهم رجعوا لهم، إلا نحن ديما يتم الاستثناء. نحن علاش أنتم بالذات؟ والله هذاك السؤال اللي نحن بيدنا لغز كل مرة قاعدين هكايا نشوفوا فيه ما فهمناهش علاش. قلنا كل مرة دراش ما فهمناش كان فما حاجة هي تهميش، هي تهميش هالسلك هذا ما يزموش ياخو حقه وكهو، هذا كالتفسير الوحيد. الأسلاك الأخرى قلت لك خذات حقها ونهنيهم بالمناسبة، هذا زملائنا وخيانا. قعدنا نحن صارت الخدمة، صارت عمل، ادخلنا في لجنة منا لنا وصلنا الحل، تم مضى محضر جلسة مع المدير العام للديوانة، تمرير وصول الاشراف، وكان عنا وعد من قبل اللي كينا نخدموا الخدمة ونحضروها كيما الأسلاك الأمنية راهو باش يتم الإمضاء عليه، لكن فما بطء فيه وفما تراخي فما تسويف. عملنا وقفة احتجاجية كانت نهار الخميس قدام وزارة المالية، ما سمعنا حتى حد، ما تلفت لنا حتى حد، ما لقينا حتى تجاوب، ما لقينا حتى ناس فما بحال باب تاع حوار. من هذاك الديوانية ومن حقهم حسوا بالغبن، حسوا بالحيف، حسوا بكل شيء. كانت فما مبادرات فردية منهم كونوا وقفوا العمل، ونحن كنقابات الصوت نتاع الديوانية كل تبنينا المطالب نتاعهم ودخلنا في إضراب. معناتها الديوانية الكل توا مضربين. تنجموا انا نجم ناكد لك 100% مضربين، راهو الا راهو معناتها فما ناس ما تفهمش خدمه الديوانه، وهذه المصيبه الكبيره. خاطر اللي يحكي ويقول لك لا هو في بورت حلق الواد فواياجور يخدموا، اخي نحن بما باش نخليوه لي فواياجور ونضربوا هذا كلام معناه هذا تسمع فيه في وسائل الاعلام ولا في مسؤولين يقولوا في مطار اللي يخدموا فواياجور وفي حلق الواد لي فواياجور ولي فواياجور برك خدموا، اما الكوميرسيال اللي التجاري ما خدم حتى شيء. وتنجموا تتاكدوا نحن انا نقول 100% وتتأكدوا من منظمة الأعراف وتزيد تعطيكم، والرقم اللي تعطيه منظمة الأعراف نحن قابلين في نسبة نجاح متاع الإضراب، وهذا نابع مناش راهو نابع مش النقابة هي اللي أطرت ولا هي دزت للإضراب، لا نابع خاطر الديوانية مؤمنين بالقضية متاعهم، والديوانية كلهم مؤمنين اللي هما الظلموا واللي هما مازالوا مظلومين واللي هما ماخذاوش حقهم، وأمنوا بحاجة واحدة اللي يقفوا يد واحدة باش يرجعوا الحق نتاعهم. هذه اللحمه اللي صارت في الحكايه هذه، وتنجموا انتوما كوسائل اعلام تشوفوها من اول تونس لاخر تونس بالمراسلين نتاعكم بالاحصائيات الكل. نحن الهدف نتاعنا راه ماهوش الاضراب، هذه الاضراب راه ملزون ليه المسؤولين.
باللي الناس اللي ما تسمعكش واللي الناس ترى الوقفه الكبيره اللي صارت امام سلطه الاشراف اللي هي وزاره الماليه وما يسمعك حتى حد وما يكلمك حتى حد، هذا كل ادى للنتيجه اللي نحن نشوفوا فيها ونحملوهم هما نتيجه نتاع الاضراب نحملوهم هما. سي محمد خاطر برشا يلوموا عليكم يقول لكم الكمين نتاع العباد واقفه، التصدير واقف، شنو تنجم تجاوب؟ والله نجاوبه صحيح واقف ونحن ما ننكروش التصدير واقف، مصالح فما برشا فلوس فما فما حتى يقولوا لي حتى فما سلعه تنجم تفسد. لا لا، السلعه باش تفسد، السلعه باش تفسد ما تفسدش. لا لا، هذا كلام راه فما ناس تحكي كلام وهي مش فاهمه، راه ساعات يقولوا كلام ومش فاهمينه، هذا مش صحيح. فماش سلعه تفسد جمله، فماش سلعه تفسد. اللي نقول لك حاجه، هو صحيح فما وقف نتاع التصدير صحيح، هذا صحيح، اما نحن اوكي نحن لزونا، نقول لك باللغه العاميه نتاعنا لزونا، ما سمعوناش، ما حبوش يسمعوا هالسلك هذا. نحن كي يجيو فما استثناء، استثناء معناه في المنع، والاستثناء في الكل يحطوا والديوانه. اذا كان فما حاجه امتيازات باش تاخذها الاسلاك الاخرين باستثناء الديوانه. هو هذا صارت في القانون تاع حمايه العوان والتعويض، كي مروا في المجلس التاسيسي قالوا باستثناء اعوان الديوانه، كي قالوا في المنحه نتاع الاختر من الاول الا استثناء اعوان الديوانه، من بعد نحن تكلمنا باش ديما نحن حتى كيك يلزمنا نحن نقفوا ونعملوا وقفه ونعملوا باش نخلطوا على الشيء هذا. نحن قبل نرجعوا شويه لتالي في القانون نتاع الحق النقابي، راهو قعدنا اخر ناس نحن في تونس، الاسلاك الامنيه خذات وكل، نحن حبوا يعملوا لنا مش جمعيات، شنو المشروع حبوا يعملوه ما حبوش يعطيونا الا موقفنا، وعملنا وقفه احتجاجيه وعملنا ونددنا باش عطاونا قانون نتاع حق العمل النقابي. ما فهمتش في الديوانه كل ما نطالبوا بحاجه تصير عليها مشكله، نحن الامنيين خذوا حقهم في المسار الماني، لا تكلموا لا عملوا وقفه لا حد شيء. نحن كي نجيو نطالبوا بحاجه يلزمنا نعملوا وقفه ويلزمنا تهديد اضراب، ومن بعد اضراب، ومن بعد اللي يجي ودو وسائل عليه، ومن بعد علاش الاضراب، ومن بعد شنو، ومن بعد هكا، ومن بعد راهو تعطلت مصالح نتاع البلاد. يا خويا اسمعونا المسؤولين، اسمعونا يا مسؤولين، اسمعونا اللي قاعدين في نحن نهار كل نسمعوا فيكم، ونهار كل كنتوما في التلفز، ونهار كل كنتوما في الجرايد وفي الراديوات ونحن نسمعوا فيكم، اللي سكرناهم التلفز والراديوات. يا خويا اسمعونا، اسمعونا حتى شويه، اسمعونا حتى شويه. الناس كل راهي تعبت والناس كل فدت، تو نحن يا اخي فرحانين بالاضراب؟ ماناش فرحانين بالاضراب. نحن كان توا يقولوا تسوات الوضعيه نخدموا سبت وحد وليل ونهار 24/24 باش نرجعوا ثلاثه أيام اللي تعدى. وبعد ايامات من الاضراب للمطالبه بحقوقهم، جاء البيان النقابي في 27 جانفي باش يبشر كل الديوانيين بقرار الحكومه بالموافقه بتسويه المسار المهني لاعوان الديوانه من ضباط وضباط صف ورقباء، واصدار مذكره من السيد المدير العام للديوانه للشروع في تنفيذ الاتفاق. وهكا تقرر رفع الاضراب ودعوه جميع الديوانيين الى العوده للعمل ومضاعفه الجهد والعطاء. إذن حصة خاصة من على الميدان من الميناء التجاري برادس، تعرفنا من خلالها على المنظومة الديوانية وعلى مهام وأنشطة أعوان وإطارات الديوانة بالميناء. بالحق أعوان وإطارات الديوانة يعتبروا حراس البلاد اللي ممنينهم على سلعنا وعلى أرواحنا في مقابل التهريب والعمليات اللي تشهدها البلاد اللي نعرفوها الكل، وكانت وقفة من خلالها تعرفنا على مطالب الديوانيين في ميناء رادس والديوانيين بصفة عامة في تونس. كانت حصة خاصة اليوم على الميدان من الميناء التجاري برادس، نتقابل إن شاء الله بعد 15 يوم في موضوع جديد من على الميدان.